للتعقيب والتعليق تنضم إلينا من بكين ماجد المصري نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أرحب بك سيدة ماجدة. سيدة ماجدة، ليس أول اتفاق يبرم ما بين الفصائل، ما الذي يجعل إعلان بكين مختلفا أو استثنائيا؟ مساء الخير لك ولجميع المتابعين والمتابعات. نعم، نحن نعتبر أن هذا الإعلان بالبنود التي تضمنها متقدم عن الاتفاقيات السابقة، وتحديدا الاتفاق اللي حصل في موسكو خلال الفترة ما بعد 7 أكتوبر، لأنه ارتقى لمستوى إجراءات عملية من جهة، ومن جهة أخرى يعني روح اللي سادت في حوارات بكين كانت مستندة لنضالات شعبنا وتضحياته، التضحيات الكبرى اللي قدمها شعبنا في قطاع غزة وأيضا في الضفة، والتحدي الكبير أمامنا من سياسة نتنياهو اللي عبر عنها منذ أيام أنه هذه الأرض له ولا يوجد احتلال إسرائيلي ردا على قرار فتوى لمحكمة العدل الدولية. فبالتالي الشعور بالمسؤولية من قبل الجميع هي التي سادت، وهي التي دفعت باتجاه قرارات متقدمة تفتح على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام. على هذا الأساس نعم، نحن نعتبر أن متابعة هذه القرارات هو الأساس في هذه المرحلة، وأولى هذه المتابعات مفترض أن تكون بعقد اجتماع. طيب، يعني منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت هناك اجتماعات يعني جمعت الفصائل لكن دون التوصل إلى اتفاق، هل يمكن ذكر هذه النقاط الخلافية ما بين الفصائل التي تمت حلحلتها اليوم؟ يعني في مقدمة النقاط الخلافية كان الخلاف حول أشكال المقاومة، يعني ما بين المقاومة السلمية التي يتبناها أطراف وما بين المقاومة المسلحة، ونحن استندنا بذلك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر المقاومة بكل أشكالها حق مشروع للدول التي تحارب من أجل الحرية وتحارب الاستعمار والاحتلالات، وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعيش مرحلة تحرر وطني من احتلال استيطاني كولونيالي هو أقدم وأبشع احتلال عرفه. فبالتالي هذا حق طبيعي لنا أن نمارس المقاومة بكل أشكالها. فصيغة التوافق التي توصلنا إليها بإرادتنا جميعا هي تتيح المجال للجميع، واللي إحنا حريصين بأي مرحلة قادمة أنه يكون هناك هيئة قيادية موحدة للمقاومة هي التي تحدد أشكال النضال. وشكل النضال الحالي الذي نواجهه واللي فرضوا علينا الاحتلال، نعم هو المقاومة الباسلة والبطلة اللي عم بتحقق إنجازات وقدمت طبعا تضحيات ورفعت من شأن القضية الفلسطينية أمام العالم بصمود شعبنا وببسالته وبمقاومته اللي بتعبر عن تمسكه بحقوقه وتمسكه بأرضه واستعداده للتضحية والنضال حتى تحقيقها. فبالتالي هاي كانت واحدة من النقاط. النقطة الأخرى التي توصلنا إليها وهي أيضا هامة جدا، تشكيل حكومة توافق وطني، حكومة من مستقلين، من خبراء ومستقلين، بمرجعية الفصائل، بمرجعية منظمة التحرير، بمعنى لا يشارك بها الفصائل بشكل مباشر لكن هي يتوافق حول تشكيلها وبيكون مرجعيتها. هذا أيضا هام جدا لأنه من شأنه أن يقطع الطريق أمام كافة السيناريوهات التي تتحدث عن فصل غزة عن القطاع عن الضفة، وأيضاً مختلف السيناريوهات التي يجري يعني طرحها الآن والتي ترقى إلى شكل الوصول والمرفوضة، باعتبار أننا جميعنا متفقون أن يعني الأراضي الفلسطينية المحتلة، أراضي الدول تحت الاحتلال أراضي موحدة ورئاستها أو قيادتها وإدارتها هي شأن فلسطيني بامتياز، وهو بالمستوى التوافق يرقى لمستوى التوافق الفلسطيني. وأيضا هذه الحكومة التي من مهماتها واضحة تحديدا في موضوع غزة وإعادة وكافة القضايا المطلوبة منها من الحكومة، أيضا من مهماتها أن تعمل لاحقا على للانتخابات الرئاسية والتشريعية اللي تجري من خلال
لجنة الانتخابات المركزية، بمعنى الانتخابات الشاملة التي من شأنها إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني نعم وتعزيز الشراكة والتعددية في بنية نظامنا السياسي الفلسطيني. طيب، كما يعني أسلفت هذه الذكر كانت من القضايا. هنا سيدة ماجدة، الاتفاق كانت هناك اتفاقات واتفاقيات ما بين الفصائل فيما قبل دون أن تنفذ على الواقع وعلى الأرض. هذه المرة هل تم التطرق لآليات تنفيذ هذا الاتفاق اليوم؟ نعم، يعني نقطة من النقاط الهامة لها علاقة بإعادة إحياء دور الإطار القيادي الموحد اللي بيشارك فيه عملياً أمناء فصائل العمل الوطني، أمناءهم جميعهم بمختلف تلوينهم السياسية. إعادة إحيائها والإشارة إلى دورية وانتظام عملها، واللي مفترض يكون هناك دعوة عاجلة لاجتماع الأمناء العامين حتى تكون هي التي تشرف على وتضع آليات التنفيذ لما تم الاتفاق عليه، وهي نعتبرها احنا مسؤوليتنا جميعا. يعني وبنعتبر انه مدى يعني وصول قرار بكين او قرارات بكين واعلان بكين والحوار الهام اللي جرى في الصين لاهدافه وغاياته يرتبط فعلا بمدى يعني قيام هذا الاطار بدوره، الاطار القيادي الموحد اللي امناء الفصائل جميعها موجوده فيه. فهذه قضية هامة جميعنا مفترض أن نضغط من أجل تنفيذها، من أجل تطبيقها، تكون موضع التطبيق، وهي مسؤولية الجميع. كذلك المجتمع المدني، أبناء شعبنا، مطلوب منهم أن يكونوا إلى جانب جميع الفصائل في الضغط من أجل نقلها إلى موضع التطبيق. الفترة التي واضح. نمر بها، خطورة المرحلة التي نمر بها، تستوجب منا جميعا بما في ذلك الضيوف اللي يعني أصدقائنا في جمهورية الصين الشعبية واللي كانت تحت رعاية وزارة الخارجية جميع هذه الحوارات، واللي لديهم شعور بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، واللي وقفوا بثبات مع قضية الشعب الفلسطيني ومع حقوقه العادلة، واللي مدركين بأنه يعني قضية فلسطين هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، استقرار في المنطقة واستقرار حتى في العالم. فبالتالي مدخل المعالجة هو الوحدة الوطنية ووحدة التمثيل الفلسطيني واضح. والمستقل للشعب الفلسطيني. فهذا أمر هام جدا. فالجهود اللي بذلوها، وقبلهم كانت الجهود اللي تمت في موسكو من أجل فتح مسار سياسي للحل السياسي للقضية الفلسطينية من خلال هنا مؤتمر دول يشارك به واضح موسع، تشارك به الأطراف المختلفة، وعلى قاعدة على أساس قرارات الشرعية الدولية اللي لها علاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واللي باتت يعني هذه القرارات معروفة في مقدمتها 181 و2334 وقرار 194 اللي له علاقة بحق واضح. العودة للديار، حق العودة للاجئين والعودة للديار. في إطار أيضا أهمية تواجد يعني ووجود دعم دولي حقيقي يعني لتنفيذ أيضا هذه الاتفاقات، نعلم أن إسرائيل ترفض حماس وهناك بعض القوى الدولية أيضا التي تصنفها حتى جماعة إرهابية. في هذه النقطة تحديدا كيف تنوون التعامل معها؟ يعني إسرائيل هذا موقفها واضح ومدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، اللي احنا بنعتبرها شريكة في العدوان على شعبنا، شريكة بموقفها السياسي وبالمد العسكري واللوجستي والفني وبكل الأشكال. وبالمقابل نحن نشهد تطور وتحول واسع وعظيم في الرأي العالم، الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وتحول أيضا بالمقابل تجاه انكشاف إسرائيل كدولة احتلال استيطاني تمارس الإبادة الشعبية ضد شعب آخر. فهذا التحول العالمي العظيم واللي شهدناه في محكمة العدل الدولية وبالمحكمة الجنائية الدولية بفتوى محكمة لاهاي الأخيرة، باعتراف الدول بحقنا في دولة فلسطين، بحقنا بالعضوية الكاملة وبدولة فلسطين، نحن نراهن على وقوف شعوب العالم إلى جانبنا، نراهن على عدالة قضيتنا، ونراهن على استمرار نضالنا ونضال شعبنا وتمسكه بحقوقه الوطنية ونضال المقاومة الفلسطينية. هذه معركة مستمرة متواصلة يخوضها شعبنا بثبات
يعني على قاعدة فعلا تمسكه بحقوقه وعدالة قضيته، وعلى قاعدة وقوف أحرار العالم اللي يوما بعد يوم نشهد هناك مكتسبات جديدة لصالح القضية الفلسطينية. من بكين ماجد المصري نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لك.